بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس الرابع من سلسلة دروس السيرة النبوية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام له التاريخ من نوربت أراد تنوكف لهنا وزهن يوكفل سلا نبي عليه الصلاة والسلام بالبيتو تشنا لجو تشاتشو النورا لن سلا بالبيتو تشاتشو سنورا بقن بارك قدم النت يمن نوراو نبي صلى الله عليه وسلم إنا تشنن خديجة رضي الله عنها سلام أقباتا تشيو هنال سلا تكرتم ميستو تشاتشو عندهم لجو تشاتشو النورا لن زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها نبي عليه الصلاة والسلام خديجة سلام أقباتها أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنبيات صلى الله عليه وسلم بالا بيتوش يمجم مريانات. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 من عمره رسول عليه الصلاة والسلام أدميات شولك هام استامت سيمولا خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها. يا خديجة قنزبي زو لنقد وده شاما قرهيدو. وكانت قريش قوما تجارا. يا قريش ما هبرسب عربوتش النزابة ساتو ينبروت يا مكة عربوتش يا نقد ما هبرسبوتش نبرو بنقد ميتاوكو بنقد مياتو ميتاوكو نبرو. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظيم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتنياتنا قارنت يا لك أمنت تامن ينت بتعم يكبر سنة مقبار اندال لاتشو سي درسات وريو سلساتشو اندهن الزنا ست سما ودساتشو ملك تلاكت ولا رسول عليه الصلاة والسلام. فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا سيتناتنا براسواك زي ما وطعتها تشلمنا سلزي السوان وكله نقدون يميفت صملات وين دي أسفل لقال ليلة سي أسفل لقال تعلنا نبي صلى الله عليه وسلم ملك تلاك تشباتش هيدنا ولا شاماقر نقن زبين يزه نقده تمال أسبلا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. طبعا بدأ موزنه بكفيانا مالتين يمسطهم كفيا ليلوتو نقاليوج كمسطو بتشال ملكونه بمالت مع غلام لها يقال له ميسرة. ميسرة مبال أقل قاية لا تسراتينها كالسوغا وينباريا كالسوغا عند لا يدرقا لا كتاج. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهالسابو تسمام الرسول. ولما رجع إلى مكة لكود مكة سملسوا ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تر قبل هذا كزيفيت أيتها يمات تاك أو أينت يقنزب مبركات تامان ينت يتستوى لبة النقد ستاي. وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه بما رؤي فيه صلى الله عليه وسلم من خلال وشمائل كريمة. ميسرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوى لون ملكام سنة مقبار طرو بهري نقرات. وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها فتأبى عليهم ذلك. تللك ميبالو سووت زننيوش تاواكيوش يا كابابيو قالو ميبالو تلالك سووتش النامريوش تداري تأيقوات نبرا بتعم بله سيت أستواي سيت هابتام سنة نبراج أي مروان بس سالي ينبراج سلهونج يهين يادرقو نبرا. فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبه. نفيسة بنت منبه متبال قادنيا نبرشات سهولو قادنيا اللهم يا ماكرا ميسترنيا نقرشات بدبك عم ماكرشات أنيه سوي يدس بلويا
لا جباو فلقاله مني مسلي شارب لا ما كرشت الشي ترون عليه هيجينا النقرلي. فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يتزوج خديجة. قد دنياناتنا يمستر قد دنيا سلمنا تهدتنا نفيسة نبي صلى الله عليه وسلم نقرشت خديجة رسول ما قبت فلقالت مني مسلوتا. فرضي بذلك تسمع من رسول صلى الله عليه وسلم. وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا. بساتو خديجة رضي الله عنها وأرضاها كسيتو تشلو باكابيو بوقتو كنبرو سيتو تشلو كهزبو تشوى مالتنا باكابيو كنبرو تصوت بزر بحبتنا ببسال النت كهلهم تبلت نبر بزهم يتنسى. وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام يا قبات يمجمنا مستونج ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. بتعام الصن كمولدات يتنسى اسكت مدرس ليلا سيد دربا على قبات صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ليلة تنيا قبوت بهالنا. فخديجة رضي الله عنها خديجة مالت رسول صلى الله عليه وسلم زند يالات بوتا من دنو ما نات خديجة كتب على رضي الله عنها أول امرأة يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يجم مراقزي أقبات ميستات شونات لم يتزوج عليها في حياتها بهوتي يالج بس سوالي دربوري لأسيت على قبو. سوستنيا ولدت له كل ولده إلا إبراهيم لجوت شهلو ياقينيوت كسوانو رسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم بتشاسيكا. فولدت له القاسم وعبد الله وأربع بنات. القاسم عبد الله كسو يتولدونات أراد سيتوش لجوتهم زينب أم كلثوم فاطمة النارقية النزي أراد توتو سيتوشنا هلتوتو أنه سدستوتو هلوم يتولدت كخديجة رضي الله عنها. أما إبراهيم عليه السلام إبراهيم قل لجاته رضي الله عنه فقد ولدته ماريا القبطية رضي الله عنها التي أهداها له مقوقس مصر. يا مصر ماري ستوتا بركت ولات ونبرنا كسوان يولدت كماريا القبطية. قلت خديجة رضي الله عنها يهني هل تلق درجة نبرت رسول عليه الصلاة والسلام بتأم الجق بتأم يودوات لنا يا كبرات نبر كموت اتشنبوها لا طبعا ليلو تشميستو تشاون كاكبوبوها لا قدن يوتشان يا كبرو نبر حتى عائشة رضي الله عنها بتأم كموت اتشبوها لا سالاكات سالايات انك انا بات سيت بتنور خديجة نبر اشتغالج كنبي صلى الله عليه وسلم قول نتقومان لك بدعوا علي تلك استواص وعلات رضي الله عنها وارضاها سلزي الجق يودوات يا كبرات نبر. كسبوا هلا قبواتشو ميستوتشنا ما ناتش سودة بنت زمعة اللاج عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها حفصة بنت عمر رضي الله عنها زينب بنت خزيمة رضي الله عنها أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان جويرية بنت الحارث سماء براه نبرة رسول صلى الله عليه وسلم جويرية بلو كأير اللات سمنتنيا ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها صفية بنت حيي بن أخطب زينب بنت جحش رضي الله عنهن النزيهن أقبوا رسول صلى الله عليه وسلم كذاب قال كهلهم قامل كام هوت نورو كالنزيهن اللي جاقر هنا يتقبات عائشة رضي الله عنها ليلو تشاك بتو يفتو وينبالو تشاك يمتباتو لتلاية ملكام النابق وعلامان رسول صلى الله عليه وآله وسلم يقبات ودل جو تشاتشو سلمتا نجي طبعا نزيه ميستو تشاتشو برساتشو من فوكاكر مكانانات يتلايو نقرو تنبرو طبعا فهيو تشاتشو وست الفال كهلهم يبلتا عائشة رضي الله عنها يودوات نبرة نقر قن بما كافلوا درجة يا أدارون للو تحكو تشاتشو بمتبق درجة بأكل درجة نبرة ميوتشو لجو تشاتشو بن ملكت يمجمرو القاسي منو وبه يكنى أو يكنى ولد قبل النبوة وتوفي وهو ابن سنتين. القاسم أبو القاسم بمبال يعني يا متر عسم بلج يمترت بس نبر رسول صلى الله عليه وسلم كن يعتشو سنبر نبي كم هنا تشو فيتنا طبعا يتولد يهولت تامت لج هنون يموت ولتن يا عبد الله نو. سمي الطيب والطاهر الطيب الطاهر ترو صلو تبلوم تترطان لأنه ولد بعد النبوة كنبي نتبهار عنه يتولد. سوستنيو إبراهيم نو ولد بالمدينة سنة 8 من الهجرة مدينة يالنو رسول صلى الله عليه وسلم كمارة القبطية بسمنتين آمة هجرة يولدت وهو آخر أبراء النبي صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم يمج أرشا لجوت السنة بهالا مج أرشا تولد بلجنة موته بتعم أزن الرسول عليه الصلاة والسلام. أرادتنيا زينب رضي الله عنها كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بس يتوش درجة تلقوا السانات
كذا رقية رضي الله عنها، كذا أم كلثوم رضي الله عنها، كذا فاطمة رضي الله عنها، وقد ماتوا جميعا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة. من لا لجو تشاتشو رسول بهوة إيالونا ولا آخر يهدو تيموتت فاطمة بالشانات التي ماتت بعده رضي الله عنهن. هلم موتوا عاي فاطمة بالشانات يقررتشو الرسول صلى الله عليه وسلم كموتوا كتوسنا ورات بحالانو يموتتشو رضي الله عنها ورضي الله عن الجميع. نقوله النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وجنا لجوا تشاتشوا يهني مثل نبر. قدي يهون اللهم راسه تاني تالا تاريخ نراتشوا يهن بريلا حلقة إن شاء الله بدفيت من الملكة يهونال بزي حلقة لا يهن بزيانة ملكة تكسن نتناك علن. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.